قوله صلى الله عليه وسلم ولا يسترقون، أي لا يطلبون الرقية من غيرهم. هذا الوصف النبوي هل هو نهي عن الرقية؟ الجواب لا، بالتأكيد ليس نهيا، لأن هذا مضموم إلى ما تقدم من الأدلة الدالة على جواز الرقية. فالنبي صلى الله عليه وسلم في حديث أم سلمة لما رأى الجارية التي في خدها سفعة قال استرقوا لها فإن بها النظرة، وقال لأسماء بنت عميس ما لي أجسام بني أخي ضارعة أتصيبهم حاجة؟ قالت لا، قالت إنما تسعو عليهم العيب، قال ارقيهم. وقد رقى النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه جماعة من أصحاب من أهل بيته، وكان يرقي نفسه صلى الله عليه وسلم. فمجموع هذه الأدلة يدل على أن قوله ولا يسترقون ليس نهيا عن طلب الرقية، إنما هو بيان فضيلة ومنزلة الكمال. نعم، تحقق علو المرتبة وإدراك المنزلة العليا. جميل. أن يترك طلب الرقية، لأن ترك طلب الرقية من الناس هو مما يكمل به توكل الإنسان على التوكل على الله عز وجل. جميل. ويكمل به إنزال الحاجة به، لكن هذا لا ينهى عن، لا سيما فيما يكون من الرقى التي تتعلق بالعين، تتعلق بالسحر العلاجية. فهذه جاءت النصوص في الرقية بها ورقية الغير بها، فهي أحق ما تستعمل فيه الرقية.